هذا الاخ هو ما شاء الله سائق الشاحنه هذه، جاب مجموعه يعني جاب كميه وافره من الوقود العضوي اللي هو اللي شفتوه قبل شويه هذا. هنا يجيبوه بكميه كبيره حتى كمان يحرقوا فيه الطوب الحراري، يخلونه يعني على شكل فرن، زي ما شرحت لكم اياه في الفلوج اللي كنت في بودرو لو لاحظتوا، كان في طريقه كده يرصون بالطوب الاحمر حتى يخلونه على شكل فرن، فبالتالي يغذونه بالوقود هذا. فالوقود هذا يعمل دور الكربراء اللي هو الموقد، وبالطريقه هذه ياخذ 3 ايام يتحول اللون الاحمر وثم يصدر الى مواقع البناء ويبنون فيها وما الى ذلك. روث البهايم مع شويه قش وحشائش واشياء زي كذا غالبا من اجل صناعه الطوب الاحمر. هذا هو. طبعا هذه اسمها انجقيه، اسمها الخيمه باختصار، اسمها الخيمه بجمهوريه تشاد. طبعا اللهجات تختلف من قبيله لقبيله ومن منطقه لمنطقه وبالاحرى من بلد الى بلد. فاللهجه العربيه عندنا في تشاد لها مصطلحات خاصه فيها، اي يعني دخلت فيها بعض مصطلحات القبائل نفسها، وايضا دخلت فيها مصطلحات فرنسيه ومصطلحات اثر الاستعمار يعني. فهذه النجوقيه عباره عن الخيمه الذي يسكنها العرب الرحل وغيرهم في اغلب اقاليم جمهوريه تشاد. بالمناسبه هم موجودين في اكثر اقاليم جمهوريه تشاد كثافه سكانيه، مثلا في البطحه في شارع
منطقها بالصحراوية غالبا ترى الإبل، والقبائل اللي تتسم مناطقها بالشكل هذا، يعني تكون في أشجار، يكون في طبقة، يكون في غطاء شجري، يتسم بهائمهم دائما بالبقر والنعاج اللي هو الماشي الغنم يعني، والأشياء الثانية، يعني يكون عندهم ميكس من الحيوانات من الماشية، لكن بخلاف القبائل اللي دائما تعيش على تخوم الصحراء في مناطق شوية يعني بعيدة عن الغطاء النباتي الكثيف هذا اللي منطلق اعتبارا من منطقة آتي البطحة وانت راجع إلينا الجنوب، يكون غالبا أبقار، في شوية جمل وكذا، في شوية جمال وكذا، لكونه هذا شيء طبيعي، لكن تركيزهم الغالب يكون على البقر، بخلاف القبائل اللي من البطحة وانت رايح شمال، كانم وانت رايح شمال، بحر الغزال وانت رايح شمال، القبائل هناك غالبا يركزوا على الجمال، لأنه الجمال هم اللي يقدروا يعيشوا في المناطق الصحراوية، فبالتالي يكثر الجمال هناك. هذا فيما يخص طبيعة البهائم، وكذلك العادات والتقاليد، العادات والتقاليد تتداخل تتباعد، تتقارب وتتباعد، تتقارب وتتباعد، كذلك يعني زي عادات الزواج، عادات الترحال، عادات السكنة في قرب الماء، في قبائل تروح شمال في 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 الشتاء أو في الخريف موسم المطر، وترجع ثاني مرة في الجنوب والوسط ما بعد موسم المطر، وبالطريقة هذه وهلم جرا. أما بما يخص قبائل الجنوب وقبائل شاربة قرمي، هذه قبائل مستوطنة ما ترحل، مستوطنة بأقاليمها التاريخية من سلاطين أبا عن جد، يعني كابرا عن كابر هم موجودين في هذه المناطق، فبالتالي ثابتين بما فيهم القبائل الأصلية اللي موجودة في تشاد، قبائل منطقة آتي البطحة، منطقة آتي الغربية، قبائل منطقة كانم، قبائل منطقة بحر الغزال، قبائل منطقة أقاليم البحيرة، قبائل مناطق الشمال عموما يعني تبستين دي بركو، قبائل الوسطى هنا برضو زي قبائل منطقة البحيرة هنا بحر شاربة قرمي ولوغون، فبالطريقة هذه تكون مستوطنة. أما القبائل المتحركة هم غالبا العرب والأبالة اللي هم العرب والفلاتة، الفلاتة الأبالة مصطلح عام لرعاة الإبل، أما الفلاتة فاسم قبيلة تعرفوها كلكم، فبالطريقة هذه أوصف لكم إياها. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات ثانية من الموسم الجديد، طبعا هذا الفيديو حينزل بعد رمضان، إذا كنت قاعد تشوف هذا الفيديو فأطلب منك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، لأنه هذا أولى فلوجات الموسم الجديد، لسه ما بدأت في طارق شو، حبدأ بهذا الفلوج وبعد كده حأترككم في رعاية الله وحفظه. حان وقت النوم، أنا قاعد أصور في رمضان في الظهيرة، فطبيعي حأفصل على اساس اقوم بعد العصر او قرب العصر او بعد الظهر، اقوم اصلي وافصل ثاني، والطريقة هذه هذا هو طبيعتنا في تشاد في رمضان، تكون نشيط الين تشتد حرارة الشمس، بعد كده ترخي تصير كسلان، تيجي تحط راسك تنام، تصحى الين ما بعد الساعة 2 الظهر عشان الشمس تهدى، الحرارة تبدا تهدى، بعد كده تصحى لو عندك نشاط ثاني تبدا يومك من جديد. فلازم اليوم تقسمه على 2، الفترة الصباحية لين قرب الساعة 10-11 لما الشمس تشتد حرارة، وكمان من بعد الساعة 2 أو من بعد الساعة 3 عصرا عشان الشمس تبدأ تهدى، السموم يبدأ يهدى، بالطريقة هذه. Enjoy guys، لا تنسوا تشتركوا في القناة وأعملوا لايك لهذا الفيديو. شكرا جزيلا.